الخلاف بين ماكرون وأردوغان هو خلاف، هو خلاف على موضوع الكراهية التي يكنها ماكرون ضد الإسلام. طيب. وضد المسلمين بصورة عامة، والمساندة والمساندة للرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وآله. إضافة لهذا أن ماكرون أغلق 600 مسجد خلال 6 أشهر في فرنسا، وبالتالي تعرضت فرنسا لمقاطعة البضائع الفرنسية في أندونيسيا وفي تركيا وفي دول إسلامية. وبالتالي عندما هو تحرك على مساجد في الموصل، وعندما تحرك على مرقد الإمام موسى الكاظم، هي كلها لحلحلة المقاطعة للبضائع الفرنسية التي خسرت فرنسا مليارات الدولارات بسبب ذلك. أضاف لهذا لكي يحاول أن يخادع المسلمين والحركات الإسلامية. فالعداء معروف بين أردوغان وبين ماكرون، هذا واحد. وهناك عداء بين تركيا وفرنسا، لأن فرنسا من الدول التي لا توافق ولن توافق على دخول تركيا كعضو فاعل وحقيقي في داخل الاتحاد الأوروبي على الأطلاق، لأن هناك اشتراطات تتعلق بالدين وتتعلق بالثقافة الإسلامية وحتى تتعلق بمسجد صوفيا إلى آخره وبالسياسات الأردوغانية. نعم. هذا واحد. اثنين، فتركيا حينما توغلت في داخل العراق ولديها حوالي أكثر من 27 قاعدة في داخل العراق، وتحضر المؤتمر، والمؤتمر يتحدث، كل الوفود تحدثت عن أمن العراق ووحدة العراق، وجالس الوفد التركي الذي هو جالس وطائراته تقصف أثناء كلمات الوفود. هذا خرق كبير. أنا بالنسبة لي كمواطن عراقي، أنا فرحت فرحا كبيرا أنه لأول مرة أصبحت بغداد يأتي على اسمها في الإعلام الإقليمي والعالمي مرادفة للحوار والسلام. 18 سنة بغداد مرادفة للمتفجرات، ومرادفة لداعش، ومرادفة للأحزمة الناسفة. هذا شيء إعلامي ونفسي جيد، نصر إعلامي ونفسي جيد، ولكنه بالتفاصيل والنوايا والأهداف لا. هناك أهداف هي التي جمعت هذه الدول وجاءت بها إلى بغداد. هذه الدول هي سبب تقهقر العراق، ولدينا شواهد كثيرة. وبالتالي دار الزمان وجلسوا في العاصمة التي أرادوا خرابها وأرادوا أن يهيمن عليها الإرهاب وداعش، وهذا عامل مهم. ولكن هل هم أتوا من قلوبهم؟ هل أتوا بنوايا حسنة بحب العراق وبغداد وتاريخ بغداد؟ لا، كلا. إنها إملاءات جديدة بعد فضيحة أفغانستان. أصبحت هنا نوع من التكتلات الجغرافية، بدليل حال انتهاء مؤتمر بغداد نظمت اليوم مؤتمر في الجزائر بنفس العنوان، مؤتمر الجوار الليبي، وأيضا أبعدت المغرب منه مثلما أبعدت سوريا من مؤتمر قمة بغداد.